السلام عليكم. إذن من حدا دار الثقافة للمركز الثقافي الفقيه المنوني نسلم عليكم. الجولة ديالنا غادي ندوزو من حدا الورش ديال مستشفى التخصصات في شارع بيران زران. وهذا هنا على اليمين فين جالسين هاد الناس هادو راه كاينه الخزانة الوسائطيه بالنسبه للناس اللي بغاو يقيدوا وليداتهم يجيو ولا هما يجيو يطالعوا ولا يقراو. راه خزانه في المستوى خص الناس يجيو ينفتحوا عليه على الحاجه باش يعرفوها. اجواء زوينه بزاف اللهم لك الحمد. اليوم الرافعات الكروات راهم خدامين في ورش شونتيه ديال مستشفى التخصصات الجديد مدينة بكناس. داخل راه كتبان ليا بومبا بيطون وراها قريبا جدا غادي يبداو يبانو لكم فاش نديرو فيديو مقبل ان شاء الله غيبانو لكم دوك السواري لي بوطو. غادي يبداو يبانو لي بوطو ديال المستشفى لان راه طلعو غير السور اللي مغطيهم. ان شاء الله الفيديو المقبل ان شاء الله تعالى غنخصصوه لهذا الامر هذا اولا فيديو لاحق تكون الامور توضحت بشكل اكبر. هذا المستشفى هذا اللي هو مستشفى عمومي اللي غادي يكون عباره عن ورش مهم بالنسبه للسكينه المكناسيه السكان ديال المنطقه ولا الاقليم كامل. ندوزو دابا حدا ما بين الطريق اللي كتفرق القبيبات مع البعثة الفرنسية. لكن واحد الناس كيديروا واحد النوع من السوقان الله يهدي هاد الناس هادو. السلامة. هادي على اليسار هي الباب اللي كتدخل باب اللورانية ديال الورش. تبارك الله راه غادي مزيان اللهم بارك. ندوزو حدا الملعب الشرفي الموحد ديال الملعب الشرفي اللي تا هو راه تقريبا ما بقى والو تكتمل الاشغال ديال المدرجات راه قدوهم يعني الكراسي والاصلاحات الضروريه زادوا المرافق الصحيه زادوا الاناره. دابا راه حيدوا ديك الشاشه حيدوا ديك السبوره القديمه اللي كانت السبوره التاريخية اللي كانت متوقفة وراه غادي تعوض ان شاء الله بواحد الشاشة عملاقة ان شاء الله باش يكون كما بقية الملاعب الوطنية في انتظار المشروع اللي الساكنة كتسناه واللي هو الملعب الكبير لمدينة مكناس. هذا مطلب حقيقي ما غاديش نتنازلوا عليه كفاعلين جمعويين مهتمين بالشأن الثقافي والرياضي. الاشغال مازال مستمره هنايا في الملعب الشرفي. نتمنوا ان شاء الله تعالى يكون جاهز في القريب باش يحتضن المباريات ديال النادي المكناسي. هاد الطوموبيلات كامل اللي كتشوفوهم راه ديال الناس ديال لا ميسيون الناس اللي كيقريو وليداتهم في هاد البعثه. نتمنوا دابا غير المحيط ديال الملعب على مستوى هذا الشارع هذا اللي غندوزو فيه ان تعاود هذه الاناره هذه المتهالكه باناره تكون في المستوى تقولوا ندوزو في وجه الملعب.